صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد من الشباب من يسافر خارج البلاد فيشتري بزعمه جارية ثم إذا أراد الرجوع إلى بلاده عتقها، فهل هذا تملك شرعي لها؟ لا، هذا متعة، هذه متعة مسمات بغير اسمها، ولا يجوز بيع الحرة، لا يجوز بيع الحرة التي لم يثبت أنها رقيقة شرعا، لا يجوز اغتصاب الأحرار وبيعهم، هذا احتيال على الفاحشة وعلى الشهوات، ولا يجوز هذا الأمر. نعم.